خويا انا كنبقى نجري وكنبقى نصوريها وهي مصوره خويا كتنشر بصح نشفه ما كاين والو دابا تبرعوا مع راسكم عنده زول عين هذه هي موجوده في السوق 20 ولا 30 ولا 20 ولا موجوده قيمه عندي ملاحظه واحده كلام اللي قال الشريف اللي بان لي خلال المجهودات ديال الشباب ما كاينش شي دراسه مسبقه بالنسبه للكليبات ما كاينش واحد الدراسه بان لي انايا كتصوروا عجبتنا هذه نصوروها ما عملتوش واحد الارضيه مسبقه مكتوبه تكتب غنعملوا هذه وغنعملوا هذه وغنعملوا هذه ها الاسباب ديالها هذا هو اللي الرؤيه كانت خصني نقولها جات هذه الفرصه هذه انا قلت مفهومه الفكره شكرا كان لي الدار زوين كان منهم عبد الرزاق في الزواج الاخر ديالو كان زوين يعني هذا الفيديو هذا كان قاد منذ شي سنتين يعني هذا تشجع 2018 في روسيا يعني ما دابا خسروا هذا ما نديرو صافي خسروا اليوم ما راح يغيروا ونخليكم كلمه مع ميسر اللي كانت لعبه زوينه في الفيديو السلام عليكم كنشكرك على الحضور الكريم صراحه انا كنت عامل صالح حتى الكريم يعني جات على الخلاص كنشكرك استاذ بعدا اولا اللي كيتيح الفرصه لنا الشباب خصوصا اللي كيديروا موسيقى وصوالح وتحياتي لكاع بنات مدينه صداره صعب عليهم كلشي داز بالباك المهم كنتمنى باذن الله الاعجاب ديالكم ارانا في الفيديو تقريبا عام باش صورنا يعني كما قال المسلمين بمناسبه المنتخب اللي كان كيعطينا توسد وشكرا. حنا في الوقت ديالنا كانت ما كانش اللي رغب الانتقال حنا حاولنا نديرو الكليب كانت الوسائل التقنيه بسيطه وما كانتش كتسمح هاد الكاليتي هادي بالنسبه لي اللي كنت شفتها في الوقت اللي كنت كامل كتعتبر لي كنت عم قادر علاش؟ حيت الوسائل التقنيه ما كانتش متوفره الان دابا كلشي توفر كاميرا اي بورتابل ممكن يدير به الكليب وهذا كاين واحد الديمقراطيه ديال الطاكسي واللي مهم انه رغم هذا الشيء اللي قلت كامل كاين واحد الجرأه ان الانسان كينوض وكيصور وكيسجل وكيجمع صحابه وكيتعاون هذا ديبار هذا واحد هذه بالنسبه لي ايجابيه هذه العمليه انا ماشي